إذا مشاهدينا ومستمعينا مباشرة إلى القاهرة وضيفنا الدكتور عمر خالد الداعية الإسلامي. أيوة كذا ابتسم يا أبو علي، ابتسم يا عمنا. شايفته حاطط إيده على خده. أهلا بيك. أهلا يا علي، أهلا يا علي، أهلا بيكم. الله يخليك يا رب. طيب احنا موضوعنا اليوم ان شاء الله مع الدكتور عمر خالد هيكون عن الوفاء لاصحاب الفضل. ما المقصود بهذا الموضوع؟ المقصود الحقيقه ان احنا عايزين خلق مهم جدا نتربى عليه في اولادنا وفي اجيالنا وفي حياتنا. الوفاء ده حاجه جميله جدا، الوفاء محتاجينه للمدرس ومحتاجينه الوفاء للأب والأم. هل أنت وافي للي علموك؟ هل أنت وافي لأبوك وأمك؟ هل أنت وافي للي وقفوا معاك في حياتك؟ هل أنت وافي لامرأة وقفت جنبك لغاية ما وقفتك على رجليك ونجحتك في حياتك العملية؟ هل أنت وافي مع الله سبحانه وتعالى؟ هل يعني الوفاء فكرة أصيلة ودخلة في احتياجات النفس البشرية؟ الإنسان الوفي إنسان سعيد، لأن الوفاء زي الفلوس بالظبط. الوفاء في الأخلاق زي الفلوس بالظبط. واحد عليه ديون وما بيسددش ديونه فقاعد خايف وقلقان يحسن الديانة يزعلوا منه، كذلك واحد ناس عمالة تكرمه وهو بيتهرب منهم. فهو بالظبط الوفاء ذكر في الفلوس وذكر في الأخلاق. فكأني عايز أقول إن الإنسان اللي عنده وفاء سعيد ودليل ان هو انسان كويس في الحياه وربنا راضي عنه. هل انت وفي؟ ده العنوان اللي انا عايز انطلق منه النهارده بقى ونحكي عليه حكايات يعني. طيب شو عندك حكايات؟ خبرنا. يعني انا عايز ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وجميل قوي ان احنا نكون بنتكلم عن النبي وفاء النبي في ظل الاحداث الاخيره اللي كانت بتتكلم على الافلام. يعني انا بحكي الحكايه دي من وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. عشان احكي على وفائه هو. فهو مين اكتر ثلاثه وقفوا جنب النبي في حياته؟ اكتر ثلاث جهات وقفوا جنب النبي في حياته. اولهم ابو بكر. اولهم ايوه سيدنا عائشه. أولهم لا، الحقيقة أكتر من أبو بكر. خديجة. أولهم خديجة. صحيح. واحدة ست. صحيح. يعني خلي بالك السيدة خديجة ما كانتش قلب بس، كانت قلب وعقل. صحيح. ووقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بأنها مؤمنة بيه، لا 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 لا، عاطفة كبيرة وعقل كبير. والراجل إذا اجتمع له في امرأة العاطفة والعقل ما يقدرش يستغنى عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له خديجة أكبر. خلي بالك أول من سجد لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة ست، السيدة خديجة. فالسيدة خديجة لها وفاء كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب، رغم أن أبو طالب مش مسلم يا علي. صحيح. يعني أنت متخيل أبو طالب ليس بمسلم، لكن مين اللي حمى النبي من قريش لمدة 10 سنين؟ أبو طالب. ولغاية آخر لحظة في حياته رغم أنه ما أسلمش، بس يرفض أن قريش تأذي النبي أي لون من ألوان الإزاء. وبعدين في جهة ثالثة وقفت جنب النبي جامد جدا، الأنصار. هو مين اللي حمل الرسالة وحمل الدعوة؟ طبعا أنا موافق إن على كلامك أبو بكر، وأبو بكر له وفاء من النبي هحكيه بعد شوية. بس الثلاثة دول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتصر وبعد ما فتح مكة، كانت خديجة ماتت وكان أبو طالب مات وكان الأنصار قاد ليهم من كبار الأنصار ماتوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إزاي حيوفي للأنصار الأحياء وإزاي حيوفي لخديجة وأبو طالب؟ القصة بتقول أن النبي وهو داخل مكة فجاله أسامة بن زيد فقال أين ستقيم يا رسول الله؟ قائد منتصر وفاتح لمكة. فبيقول له أين ستقيم يا رسول الله؟ طب ما هو عنده بيته اللي كان في مكة. لكن اللي حصل إن النبي لما هاجر جه عقيل ابن أبو طالب. أبو طالب كان بيحمي النبي، عقيل ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، فسطى على بيت النبي وأخذ بيت النبي. عقيل ده أخو علي ابن أبي طالب على فكرة. فالنبي داخل مكة فاتح منتصر، فزي أسامة بيقول له أين ستقيم يا رسول الله؟ فالنبي قام قايل له إيه؟ وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ عقيل خد بيتي، فلما لا تأخذه يا رسول الله؟ قال لا، وفاء لأبو طالب.
شايف دي يا علي؟ شايفه يا علا الحته دي؟ واحد مغتصب بيتك، بس النبي بيقول بقى يوم ما افتح مكه اول حاجه اعمل كده في ابن ابو طالب. طب هو وحش بس ابوه صاحب فضل عليا، حد وفي للدرجه دي؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ قال: فلما لا تاخذه منه يا رسول الله؟ قال: لا، وفاء لابو طالب. ادي اول وفاء، هيعمل وفاء ثلاثي للثلاثه دلوقتي. طيب ده وفاء ابو طالب. قال: فاين ستقيم يا رسول الله؟ قال: ابن لي خيمه عند قبر خديجه. ما شاء الله. انا عايز يوم انتصاري احسسها بانتصاري زي ما شاركتني ايام حزني تشاركني ايام انتصاري. جميله هذه الحكايه. يعني ابن لي خيمه مش عند الكعبه؟ قوي قوي. لكن يعني مش ابن لي علا تفضل قول عشان احكي لك شغله. فقال مش ابنه ليه خيمه عند الكعبه؟ ابنه ليه خيمه عند قبر خديجه. ايه الوفاء ده وايه الحب ده؟ وقفت جنبه سنين طويله. طب ليه خيمه يا رسول الله؟ ما نبني ليك بيت. لا، انا مش قاعد في مكه، انا راجع المدينه وفاء للانصار. فعمل وفاء ثلاثي في خطوه واحده. رفض ينزل في بيته وفاء لابو طالب، واصر ان يبقى الخيمه بتاعته ومقره عند قبر خديجه حبا ووفاء لخديجه للي وقفت جنبه سنين طويله، ورفض يبني بيت خلاه خيمه بس عشان انا مش قاعد، انا راجع لكم يا انصار، هادفن معاكم وفاء ليكم على اللي عملتوه. مين بالوفاء ده؟ ومين يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبقى وفي مع اللي وقفوا جنبه بالطريقه دي؟ مين يتعلم؟ يعني هذه الحكايه جميله جدا في ذلك الزمن الجميل، لكن السؤال عن هذا الحاضر الذي نعيشه، عن هذا الزمن الذي عز فيه يعني صدق الصداقه وندر فيه الوفاء يا دكتور. والله يا علا عايز اقول لك حاجه، ربنا بيقول: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انا مره كنت في جده، وكنا في لقاء في جده، وانا ذكرت فكره الوفاء، واقترحت على اللي قاعدين، قلت لهم: يا جماعه وانتوا قاعدين دلوقتي، وانا بقولها برضو للساده المشاهدين دلوقتي، كل واحد يمسك تليفونه اول ما يطلع من اللقاء ده، اول ما تخلص الحلقه دي، ويطلع نمره واحد واقف جنبه ويتصل بيه ويقول له: أنا بكلمك لأنك وقفت جنبي في اليوم الفلاني، أنا بشكرك. صدقوا إن أنا قلت الحكاية دي، واحد من اللي موجودين السيد سامي، مش هقول اسمه بالكامل، اتصل بيا تاني يوم قال لي: أنا نفذت اللي أنت قلته، وطلعت الواحد كان واقف جنبي سنين طويلة وبقالي سنين ما بكلموش، وقلت له: أنا بشكرك أنت وقفت جنبي. بيقول لي: تصدق إحنا الاتنين عيطنا، وكأن الإيمان طلع في قلبي فجأة، لأن أنا كان عليا دين ما دفعتوش، أول ما وفيت الإيمان علا في قلبي. فعلا عايز أقولك إن صحيح الوفاء قليل دلوقتي، بس الناس لما بتفتكر وتبدأ تعمل خطوة وفاء، ربنا سبحانه وتعالى بيزود الإيمان في قلوبهم، وبيحسوا بحلاوة ما كانوش حاسينها قبل ما يبقوا وفيين للي عاموا معاهم كده. طيب دكتور عمرو، يعني في أسئلة عديدة على تويتر وعلى فيسبوك، إنه هل الوفاء هو شيء مرتبط بالديانات، أم أنه هو قيمة أخلاقية يتم اكتسابها؟ قيمة حلوة قوي السؤال ده، قيمة إنسانية يا علي، قيمة إنسانية. النبي وفى لأبو طالب، النبي وفى لواحد من قريش ساعد في نقد الصحيفة اللي كانت محاصرة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر قال: من لقي أبو البختري بن هشام، ده طلع يحارب مع قريش، النبي يعني طلع في الجيش اللي بيحارب الرسول، من لقي أبو البختري فلا يقتله وفاء له بيوم الصحيفة. تخيل، مش بقى مش قيمة إسلامية، مش للمؤمنين مش للمتدينين، ده عدو لكن كان وقف معانا في يوم من الأيام، لا وفاء له ما نعملش معاه كده. الحقيقة قيمة إنسانية رائعة. ايضا من مواقع التواصل يعني بيحيوك على تفاؤلك دكتور عمرو، وايضا يقولون لك انه الوفي في هذا الزمن هو دائما المضحوك عليه. ليش دائما متشائمين بعض المشاهدين والمستمعين؟ نريد بث يعني هذه البشاشه اللي في وجهك وفي تفاؤلك، في حتى في انتقائك لكلماتك، ان تصل الى مشاهدينا ومستمعينا اكثر، خاصه فيما يتعلق بالوفاء، الوفاء للعمل، الوفاء للاسره، الوفاء للزوج، يعني معاني الوفاء كثيرة وأمثلتها أكثر. الوفاء للأم. الأم طبعاً، وفاء الأم هذا لحاله يعني الوفاء يا علا طريقة حياة.
يعني الانسان والتفاؤل اللي انت قلتي عليه ايضا طريقه حياه. دماغنا دي عامله زي حديقه، يا تزرعها ورد يا تملاها مبيدات حشريه. لا مستحيل يا دكتور. بمناسبه التفاؤل مستحيل. صحيح، في ناس دماغها مليانه مبيدات حشريه. هي مليانه حشرات وبعدين مبيدات كلها. حبيت التشبيه بال 100% يا دكتور. لكن في ناس دايما بتبص على بكره بشكل احلى، بتبص على التفاؤل. واقول لكم حاجه، صدقوا الوفاء يزود التفاؤل، لان طبعا الانسان الوفي كل ما توفي لحد يحس ان الحياه جميله، يحس ان لسه في خير. صدقوا ان قله الوفاء تزود الارض انانيه وتشاؤم، لان انا عملت الخير ومحدش شكر ومحدش وفى، ده الناس ما فيش فيها فايده، انا مش عامل الخير تاني. لا يا عم، الوفاء يجيب وفاء ويجيب خير، وبالتالي هي طريقه، الوفاء وسيله لاعمار الارض. جيد جيد يا دكتور. طيب دكتور، الآن من ضمن الأشياء التي يتساءل عنها البعض عندما يتم معاملتي مثلا بشيء من عدم العرفان أو نكر للجميل أو ما إلى ذلك، هل المسؤولية الآن باتجاه هذا الذي يتعامل بمثل هذا التعامل، هل المسؤولية أن أتم مثلا على هجر معه، أم أنه يجب أن يكون هناك مبادلة من الطرفين، أم ما الذي يجب عمله؟ لا يعني هو الإنسان مش هيبطل خير، لأن ربنا أمره يعمل خير، ولأن الخير من مكونات النفس البشرية. لكن نفس الشخص ده اللي أنا عملت معاه الخير مرة واتنين، وهو يعني الجينات بتاعته مكتوب فيها نون دال لام ندل يعني، فأنا عمال أعمل الخير و... لا دكتور أنت اليوم روعة. روعة روعة بزيادة، عجبتني التشبيهات. فالندل بعد شوية أكيد ما حدش هيعمل معاه الخير، لأن هينتشر الورد اوف ماوث والكلام بين الناس، ده ندل، ده ما وفاش لفلان، ده ما وفاش لفلان. أحكي لك حاجة يا علي. أيوة يا أبو علي. أنا في يوم من الأيام في واحد كان صاحب فضل عليا، وساعدني في ظهوري في برامجي الفضائية، شيخ صالح كامل. أوكي، نوجه له تحية طبعا. في يوم من الأيام الشيخ صالح كان بيعمل عملية في ألمانيا، وعملية يعني كبيرة، قلب مفتوح، وأنا كنت في إنجلترا، قلب مفتوح، وأنا كنت في إنجلترا وهو في ميونخ. وخلاص أنا ما عدتش بشتغل في الاي ار تي، ويعني أنا في طريقي وفي شغلي، لكن الراجل صاحب فضل عليا. فأنا وجدت نفسي وأنا في إنجلترا بتصل بهديل، بقول لها الشيخ صالح اخباره، قالت لي قلت لها ينفع الزياره؟ قالت لي لا، هم 5 دقائق بس حد يدخل ويمشي. انا قعدت افكر اسافر ولا كفايه التليفون اللي انا عملته؟ وبعدين ليا صديق قال لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ طبعا تسافر. فالحقيقه قواني، عشان كده بقول لكم واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. صحيح. كنت واخد الطياره طالع من لندن على ميونخ، وصلت ميونخ، دخلت المستشفى، سلمت 5 دقايق بالظبط، رجعت على المطار، ركبت الطياره رجعت. وانا في الطريق بقول لنفسي ليه كل ده؟ صدق يا علي، من احلى اللقطات الايمانيه في حياتي، كان كده ملك من الملائكه قعد يصب ايمان في قلبي، لدرجه ان انا حسيت براحه وبدات ادعي، لان انا حاسس بقرب من ربنا جميل بلحظة مدتها 5 دقايق. أنا عايز أقول لك إن لما بنعمل وفاء إيماننا بيزيد، وروحنا بتحلو، ومزاجنا بيبقى رايق. لكن ردا على سؤالك، مرة واتنين وتلاتة وهو ندل زي ما قلت لك، طبعا مش هعمله تاني، بس مش هوقف الخير، هعمل غيره يعني. ده خلاص. أنا عندي نكتة يا علي بالمناسبة. أوكي خلينا نختم. قول اتفضل. انا ليا صديق اقترحت عليه فكره، قلت له انت ايه المانع انك تجيب التليفون بتاعك وتعمل يعني زي كده مجموعه، او تحط كود الناس اللي وقفوا جنبك في حياتك، فتكتب مثلا ده كود الوفاء، فقام كاتب كود وفاء
وحط نمر تليفوناته، فمراته اتخانقت معاه لان قالت له مين وفاء البنت. النسوان يعني دائما لازم نطلعهم بهال غالي عليكم بس. طيب دكتور، يعني ضل معنا دقيقة واحدة سنختم فيها بأطيب الكلمات منك، يعني لو تتفضل. أنا بقترح على الناس اللي بيسمعونا الآن إنه يشوف مين الناس اللي وقفوا معاه، مين الناس اللي علموه، شخصية فادته في حياته ووقفت جنبه، وأول ما تخلص الحلقة دلوقتي يقوم ماسك التليفون، يا فلان أنا بشكرك قوي، أنت فدتني في حياتي قوي، ويعمل الكود اللي احنا قلنا عليه، بس مش لازم يسميه وفاء، يعني يشوف له اي كود تاني. يعني انا شخصيا في ناس وقفت جنبي نفعوني في حياتي وساعدتني وصلحوا في حياتي وعدلوا كتير من شخصيتي. انا هطلع الحلقه دلوقتي، اول حاجه هقوم طالبهم واقول لهم انا متشكر قوي. وانا بزيد على كلامك انه كثير من الناس يعني بيساعدوا بعض ولا ينتظرون رد الجميل، لكن ينتظرون ربما قليلا من التقدير، وهو ما يندرج طبعا تحت مسمى الوفاء. انا اشكرك كل الشكر دكتور عمر خالد، وايضا زميلي. كل الشكر لك يا دكتور عمر، وان شاء الله الى اللقاء ان شاء الله بك الجمعه المقبله، في امان الله. شكرا لك.